ما هي أبرز النقاط التي يشكلها بعضا من قادة الإطار على السيد السوداني وتشكل خلاف؟ أنت قريب وتقعد وياهم وتسمع شنو هي أبرزها مثلا. هم يعني ما بالنسبة ليس هناك خلافات جوهرية في إداء السيد السوداني، هناك خلافات في أنه لا يمكن أن يكون يراجع الإطار في اتخاذ بعض المواقف. بعض المواقف مثلا يعني بعض قادة الإطار يقولون والله ما أقدر أحسب لك يا وحصية لأنه أنا ما مطلع بشكل كامل على النقاط اللي هم مثلا لكن بشكل عام أنا حفز ذاكرتك مثلا ما أعرف علاقة السوداني، لأن ما عندي فد معلومة حتى علاقة السوداني مثلا مع الفصائل عليها إشكال يشكلون عليها خلاف مثلا؟ لا أبدا لا أبدا أبدا ما مطروحة هاي المسألة، لأن العلاقة السوداني بالحشد علاقة جدا ممتازة، فصائل وعلاقته مو الحشد التأثير على الفصائل يعني يتم خلال الإطار. ما أعتقد السيد السوداني عنده مشكلة نعم في فصائل أصلا هي مختلفة مع كل الحكومات حتى مع حكومة المالك اللي هي لا إلها وضع في داخل الحشد ولا إلها وضع في الحكومة العراقية أو في القوة السياسية العراقية. أنا أقول الإطار هذه قد يكون، ولكن هل هذا الخلاف يوصل يطفح إلى السطح؟ ما أعتقد. نعم هناك نوع من فرض الهيمنة الدولة، هناك بعض المحاولات، لكن في داخل الإطار هاي المسألة ما يمكن تطرحها إلا أنه أكو ممثلين للإطار لقوى سياسية موجودة أصلاً مشتركة بالحكومة. ما حقيقة ما يتسرب من معلومات الآن دكتور عدنان السراج أنه هنالك بعضاً من قيادات داخل الإطار التنسيقي تتناقش همساً وعلناً حول السماح للسيد السوداني بدخول الانتخابات من عدمها؟ ما أعتقد هذا الموضوع يتعلق بالإطار. نعم قادة الإطار قبل أن يصير قبل أن يشكل الحكومة يعني ما أكون كان رأيهم أنه السيد السوداني الآن كان كلامهم أنه مع دكتور عدنان كان كلامهم مع السوداني أن لا يدخل أن لا يدخل انتخابات مجالس المحافظات. يعني هذا الكلام الأول اللي صار أنه كان نصح السيد السوداني لا يدخل انتخابات مجالس المحافظات ويكون بعيد عنها زين. وهذا اللي حصل. أما مسألة الدخول للانتخابات نعم قد يكون البعض يعني إلى وجهة نظر، ولكن هل طرح هذا المبدأ؟ ما طرح لحد الآن. ويقول بشكل مؤكد نعم بعضهم يرى أنه دخوله مو صحيح، البعض يرى أنه لو يبقى بهذا الشكل ممكن الإطار يبقى داعم له ويمكن يفوز بولاية ثانية. البعض آخر يقول إذا اشترك بالعمل السياسي يمكن يكون الإطار خصوم إذا لأنه راح يكون يعني من يأخذ من جرف الجمهورهم. هذا الكلام موجود، لكن ليس الإطار من حق أن يمنع السوداني إذا قرر يدخل الانتخابات، وليس من حق الإطار أن يمنع السوداني إذا يقرر ما يدخل الانتخابات. هاي مسألة تخص هو وتخص سياساته. نعم إذا بهالعنوان أنا أقول لك إياها ممكن الإطار يكون له وجهة نظر في هذه المسألة، لكن هل تحول إلى قرار أو نوع من التدخل في تصرف السوداني السياسي؟ لم يحصل هذا إطلاقاً.